المستوى إلى أمور المتابعين. سعادة النائب الأستاذ علي بيك سيلان المحترم، حضرة السيد إمام روكوز ممثلا قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المحترم، حضرة الأستاذ جورج السيكلي ممثلا سعادة النائب معالي الأستاذ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر المحترم، حضرة رؤساء المجالس البلدية والاختيارية المحترمين، حضرة الفعاليات السياسية والعسكرية والقضائية والمدنية المحترمين، حضرة